قطاع النقل أكبر مصدر لتلوث الهواء بلبنان، مشكلته منا بس بكمية التلوث بس كمان لأن تلوث قطاع النقل عادة بيكون موجود محل ما فيه كثافة سكانية عالية مثل بالمدن، يعني قريب من أنوفنا وصدرنا، مما بيزيد من حجم الضرر الصحي لهالقطاع. بهالحلقة رح نحكي عن تلوث الهواء من قطاع النقل، وفي العديد من الملوثات بيطلعوا من قطاع النقل، ما رح حدد الأسامي العلمية كلها تعيتهم، بس رح نحكي عن بعض الملوثات. أولها هي الحبيبات المتطايرة يلي هلأ رح شيلهم أنا من الإشكمان. هي المادة السوداء اللي بتشوفوها بتطلع من السيارات، بتقدر تفوت على آخر محلات بالرئة، ممكن تأثر على تعمل كتير أمراض ابتداء من الربو والحساسيات وصولا إلى السرطان بالرئة. رايحين هلأ نحكي مع دكتور شعبان، هو دكتور بالجامعة الأمريكية ببيروت وصار له عدة سنين عم يشتغل على تلوث الهواء، ياخذ قياسات يطلع دراسات عن الموضوع. في وضع تلوث وبعدنا في كتير قياسات عم تنعمل على صعيد فردي أو من بعض المؤسسات الموجودة. في أنواع من الملوثات أعلى من المعدل العالمي، مثلا CO لأنه مسم. CO معروف أنه يعني بدوخ الواحد بيقع بالأرض بعدين ما إله ريحة وما إله لون، هيدي خطورته. يعني الواحد يمكن يكون عم يتعرض له كل يوم بكثافة مرتفعة من دون ما ينبه، بروح عبيد بلاقي رأسه عم يجي هون بيعرف ليه. من بعد ما شرح لنا الدكتور شعبان واقع تلوث الهواء ببيروت، توجهنا على الشمال لنشوف شي فريد من نوعه عم يعملوا اتحاد بلديات الفيحاء يلي بتضم طرابلس، المينا والبداوي، يلي هو بيتعلق بقياس نسبة تلوث الهواء. اتحاد البلديات ب 1999 استحصل على مشروع من عدة شركاء دوليين، واسسنا مرصد، مركز لرصد البيئه والتنميه في مدن اتحاد البلديات اللي هن طرابلس والمينا والبداوي. هالمرصد ضم من بقلبه مختبر لنوعيه الهواء. نزلنا على الارض وعملنا عمليه مسح شامل لكل شيء فيه نشاطات بتاثر على نوعيه الهواء بقلب الاتحاد. مختبر مركز رصد التلوث باتحاد بلديات الفيحاء مجهز بالعديد من المكانات الحديثه اللي بتقيس تلوث الهواء يلي ما منلاقيها إلا ببعض الجامعات اللبنانية. هيدا بيعطي الاتحاد القدرة على تجميع معلومات عن تلوث الهواء منا موجودة بأي بلدية تاني بلبنان. يلي عم بتشوفوه على هالفلتر عم يمرق بصدرنا كل يوم، ففيكن تتخيلوا قديه كمية التلوث يلي عم تتراكم بجسمنا خلال سنين عمرنا. يعني ما بتصدقوا قديه مهم اللي عم تعمله اتحاد بلديات الفيحاء، شغلة كتير فريدة من نوعها بلبنان. لنقدر نوقف تلوث الهواء لازم نعرف قديه في تلوث وشو مصادر التلوث، وهذا اللي عم تعمله بالضبط هون، وما في اي بلديه تانية عم تعملها. عالجنا بهالحلقه وضع تلوث الهواء من قطاع النقل، بس هيدا ما بينهي تغطيتنا لهالموضوع. بالحلقات القادمه رح نغطي انواع التلوث التاني من هالقطاع والحلول الممكنه لها.